رحال، لقد أزعجني هذا الصوت، إنه قوي. ما الذي فعلته يا رحال؟ لقد أخفت سابر. لقد أخفتنا جميعا بهذا الصوت. لم أتوقع أن يصدر الصوت بهذه القوة، أعتذر منكم. أردت أن أفاجئكم بآلة جديدة، الكازو. لا بأس يا رحال، لكن ما هذا الشيء الذي أصدر هذا الصوت؟ يبدو كآلة. كلا، إنها أداة موسيقية بسيطة. بسيطة؟ كل هذا الصوت وتقول بسيطة؟ أجل، لكنني لم أحسن استخدامها بعد. لكن كيف أصدرت كل هذا الصوت القوي؟ لاحظت اهتزاز الكيس عندما قام رحال بالنفخ. أيعقل أن يكون هذا الصوت ناتج عن اهتزاز هذا الكيس؟ اهتزاز كيس؟ يبدو أن هناك الكثير يجب أن نفهمه عن الصوت. يا رفاق، تعالوا معي قليلا. ما الأمر يا بيان؟ لاحظوا معي، عندما أسقط طعام السمك في الحوض ألاحظ اهتزاز الماء وكأن موجات تكونت هنا، ولكنني لا أسمع صوت خرير الماء. هل اهتزاز الأجسام يصدر موجات كما يحدث على سطح الماء؟ هيا يا بيان، إنها مهمتك، اسأل الكتاب. حسناً. يا كتابنا العزيز، هلا ساعدتنا؟ بالطبع يا رفاق، توصلنا إلى أن الصوت ينشأ عن اهتزاز الأجسام، ولكن ماذا يحدث بعد اهتزاز الأجسام؟ ينشأ الصوت عن اهتزاز الأجسام حيث تتولد موجات صوتية تنتقل عبر الهواء. موجات؟ الصوت الناتج عن ضرب أوتار العود ينتج عن اهتزاز هذه الأوتار. آه، إنها الحنجرة. أي أن الصوت الذي يصدر من فم الإنسان ينتج عن اهتزاز الأوتار الصوتية الموجودة في حنجرة الإنسان. شوكة رنانة. الصوت الناتج عن الشوكة الرنانة عند طرقها ينتج عن اهتزاز أفرعها في الهواء. لنرى ما يحدث لجزيئات الهواء عند طرق الشوكة الرنانة. انظروا يا رفاق، لاحظوا ما يحدث لجزيئات الهواء القريبة من فرع الشوكة الرنانة، إنها تتقارب. صحيح، وينتج عن ذلك منطقة تسمى تضاغطاً. تضاغطات؟ والآن تتباعد جزيئات الهواء في هذه المنطقة. نعم يا بيان، تتباعد أي تتخلخل، فتسمى المنطقة تخلخلاً. موجة الصوت يا رفاق تتكون من مجموعة تضاغطات ومجموعة تخلخلات. تخلخلات؟ ولكن كيف نسمع نحن هذه الأصوات؟ تصل موجات الصوت إلى صوان الأذن. موجات؟ ثم تنتقل إلى طبلة الأذن. انظروا، إنها تهتز. نعم، وينتقل الاهتزاز إلى عضيمات الأذن التي تهتز بدورها، وتنقل الاهتزاز إلى القوقعة في الأذن الداخلية، وهناك تتحول الاهتزازات إلى إشارات عصبية يحملها العصب السمعي إلى مركز السمع في المخ، والمخ يقوم بإدراكها وتمييز مصدرها. هل كل هذا يحدث حولنا؟ الاهتزاز أحدث الصوت. صحيح، اهتزازات وأصوات مختلفة، بعضها جميل وبعضها مزعج. حتى الأصوات الموسيقية، حتى أصواتنا نحن قد تكون مزعجة إذا كانت مرتفعة. أرأيتم السرعة التي انتقل بها الاهتزاز عبر الأذن؟ نعم نعم، غشاء رقيق كغشاء الكازو اهتز بالأذن، وانتقل الاهتزاز عبر الأذن.
أرأيتم كيف تحول الاهتزاز لإشارة عصبية؟ وتصل الإشارة العصبية إلى المخ بسرعة كبيرة فنسمع الأصوات. مرحبا يا رفاق. مرحبا. وكيف كان يومكم؟ كان يومنا رائعا، عرفنا فيه الكثير عن أمواج الصوت. جميل يا رفاق، ما رأيكم أن تصنعوا آلاتكم الموسيقية وتستخدموها في العزف؟ فكرة مذهلة. ستجدون على الطاولة مجموعة من الأدوات، استعينوا بها في صنع الآلات. أتمنى لكم عملاً موفقاً ولحناً جميلاً. هيا بنا. عصا المطر. حسناً، سأضع مواداً مختلفة داخل هذه الأسطوانة المصنوعة من الورق المقوى. سأغلق الأسطوانة ثم سأخلط المواد مع بعضها البعض. هكذا أصبحت عصا المطر جاهزة. الشكشكات. سأقوم بتثبيت قطع المطاط على الأغطية المعدنية من الداخل بهذا الشكل. وهكذا تكون الأداة جاهزة للاستخدام. الهارمونيكا. حسناً، لدي عود خشبي، سأثبت قطعة من الورق المقوى عند كل طرف من طرفي العود بهذا الشكل. ثم سألف قطعة المطاط العريضة على العود الخشبي بهذا الشكل. سأثبت عود الخشب الثاني فوق العود الأول وأثبت الأطراف بقطع المطاط. Thank you.